تعالوا مع بعض نخش على اللي بعده. هنعمل دلوقتي عجينة البركيك بالفواكه، بالموز، بالفراولة. تعالوا شوفوا مقاديرها مع بعض على الشاشة ازاي. ملاحظة انا نضفت الرخامة ازاي؟ انا عايزك تبقى زي كده اهو من غير اي حاجة. سبت العجينة لما نشفت شوية وشلتها كده اهو زي الفل وشغال. مش لازم تجيبي مية هنا بقى والزيت والجو اللي احنا عارفينه ده، خليكي زي الحلوانية كده. المقادير على الشاشة بتاعت الكب كيك البركيك عبارة عن كوبايتين من الدقيق وموز وفراولة وبيكنج باودر وثلاث بيضات وحليب وزيت. دي عجينة البار كيك ما بتاخدش خميرة، بتاخد فانيليا وبتاخد بيكنج باودر. حلو الكلام؟ طيب تعالوا نعملها مع بعض سريعا واحنا عاملين واحدة معانا جاهزة زي الفل. اهي. اللهم صل على النبي. اهي. بس اعملها لنا يا شيف عشان في أطفال من شوية سألوا بتتعمل ازاي عجينة البار كيك. اهو واحدة مع بعض. يا مسهل الحلاوة. اهو. بولة ازاز صغيرة. مضرب قوي لان دي بتحتاج لضرب قوي اهو زي الفل. اول حاجه هنا البيض بطين والتانيه زي الفل. بنخفقهم جيدا مع شويه زيت بالشكل ده كده. قد ايه يا شيف؟ لكل بيضه تاخد معلقه زيت، ما تكتريش في عجينه البان كيك زيت اهو. وبنحط حليب حسب كميه الدقيق، يعني تقريبا نص دولت خلاص كده اهو. ونقلبهم كويس. واحنا بنقلبهم بالطبيعي بنحط شويه فانيليا معانا. الفانيليا بنحطها اهي علشان الزفاره بتاعه البيض واحنا شغالين مع بعض. نيجي للحاجتين الباقيين هما البيكنج باودر والدقيق. اوعى تحط البيكنج باودر على البيض، حط البيكنج باودر على الدقيق. المواد الجافه لوحديها والمواد السائله لوحديها اهو زي ما انت عايز. الدونتس بتاعنا في قلب الزيت. تعالوا نكمل عجينه البان كيك مع بعض اهو. ننزل بالدقيق واحدة واحدة. البيكنج باودر معلش اهو شوية. نقلب البيكنج باودر مع الدقيق بنفس المراحل اللي أنا شغال بيها اهو. في عجينة البان كيك بالذات خليك حريصة إنك تصفي الدقيق. يعني إيه صفي الدقيق يا عم الشيف؟ يعني تنخليه اهو. نحطه هنا كده زي الفل تمام اهو. دي مهمة جدا اهو عشان ممكن الدقيق فيه شوية كلاكيع في أي حاجة مع عجينة البان كيك ما بينفعش اهو. في منخل صغير كده بتجيبي لي الدقيق اهو زي ما انا شغال كده. على فكره انك تدخلي الدقيق كده بالمصفى بيسهل عمليه التخمير وبتطلع معاك العجينه ناعمه وزي الفل زي ما انا شغال كده اهو. اه دي عجينه البان كيك اه. خلاص دول بخليهم كده على جنب ونشوف الدنيا هتبقى معانا ايه كده اهو. طلعت معانا عجينه البان كيك. احتاجت لسوائل، بتحط شويه حليب ما تحطش بيض اه. ونقلب كده. العجينه اللي في ايدي ديت هي اللي معانا ديت. تحط الاثنين جنب بعض كده حبايبي الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون مصر اه. ديت قبل ودي بعد. حلو الكلام. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ عجينه البان كيك اللي كانت معايا من شويه لازم العجينه تبقى عجينه مطاطيه بالشكل ده كده آه. تطلع عند الكريم فوق آه. شفت ازاي اهو اه. ولو قطعت منك اعرف ان ناقصها حاجه. هيكون ناقصها يا عم الشيف رقم واحد نوعيه الدقيق ما تكونش كويسه، الدقيق مش منخول كويس. رقم اتنين ودي اهم حاجه ما خفقتش البيض كويس. شفت العجينه ازاي آه. ما تقطعش منك، هتطلع لغايه لما تبقى زي الشعره اهو. دي عجينه البان كيك. حلو الكلام. عندنا فواكه. لغايه دلوقتي الاطفال الحلوين البعض منهم مش بيحب ياكل الموز، يقول لك الموز مستوي كده، الفراوله مززه. فتعالوا نعمل لهم النهارده حاجه لطيفه كده وسهله. الصوره كده حلوه. فرسان التلفزيون المصري اساتذه المصورين اه. القوالب الصغيره دي بتتباع عادي. ابدا اوزع كده وانا شغال. انا والله في حاجات عايز اعملها في الفواصل بس ما برضاش اعملها غير معاكم. انا جبت القوالب الصغيره دي كده، الميني بان كيك ده كده، دي بتتباع عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه عادي. ودهنتها زبده او سمنه ورشيتها رشه دقيق صغيره وبوزع كده المقدار ده بالتساوي وانا شغال كده واحده واحده. اعملي مساحه انك هتحطي فيها فاكهه. والمقادير على الشاشه عبارة عن كوبايتين من الدقيق بياخدوا ثلاث بيضات، بياخدوا لكل بيضة بتاخد معلقتين من الزيت، بيكنج باودر معلقة ورشة ملح صغيرة وكوب من الحليب اه. بوزع المقدار ده كده. أنا عايز بس أبلها بسرعة علشان أدخلها الفرن نشوفها بعد ما تطلع اه. حلوة.
هناخد ده يا عم الشيف كده ونزرع فيها الخير. ربنا يجعلنا دايما نعمل الخير. يعني ايه يا شيف؟ يعني معانا توزبيكس صغير اللي بنسلك بيه سناننا او اللي بنعمله مع الجبنه مع البطيخ، عارفينه ده طبعا. اهو موضوع بسيط اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. فراوله زي دي كده بشيلها كده اهو واحطها هنا، موزايه زي دي كده بشيلها واحطها هنا، عيني حاضر اهو كده. خلونا ايه عشان الصوره الحلوه اهو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الحاجات دي حلوه. ولو هي نشفت عليك ممكن تشيلها عادي، بس خلونا كده عشان الصوره تبقى حلوه اهو. اهو تمام. ده عجينه البان كيك. اخد كده الفراوله اللي انا مقطعها والموز واحطها هنا كده اهو. كلفتك حاجه دي؟ اعتقد ان عندك علبه التوزبيكس دي موجوده، هتلاقيها على السراحه، هتلاقيها في اي مكان في الشقه اهو. اهو حلو تمام المعلومه دي. طبعا التوزبيكس ده لو انا حطيته في النار دلوقتي ممكن يسود مني ويتحرق مني، فانك تحطيه في ميه بليمون مع الفواكه. ضربت عصفورين بحجر، رقم واحد الفواكه دي ما سودتش لانها محطوطه في محلول ملحي، محلول حامض اللي هو عصير الليمون. والتوزبيكس الخشب ده كده شرب ميه، فلما بيشرب ميه ايه اللي بيحصل؟ عمره بيطول شويه، ما بيسودش غير لما الحاجه تستوي. اه ونوزع فواكه كده في قلبيها، ما كل هي نفسها ما كلفتناش حاجه. اه عيني لا لا، البان كيك مش الكب كيك، ده بان كيك. حلو الكلام اهو كده. انا بسيب مساحه صغيره كده، ده غير الكب كيك مش بنملى القالب للاخر. اه حلو زي الفل. وادي الموز، فراوله، موز زي ما انت عايزها. ولادك بيحبوا الفراوله، حط فراوله امليها كده. وادي التوزبكسيه اهي، عايزه ساده خلي ساده شويه مفيش مشكله براحتك. اه دي لما تستوي بقى هتلاقيها مسكت نفسها وزي الفل. يا سلام على طعم الموز مع عجينه البان كيك. عايزه تعملي بالشوكولاته، بعد دي ما تطلع من النار ممكن تحط عليها شوكولاته حسب الرغبه. وادي الفراوله اهي، انا احبها بصراحه مع الفراوله. اه فراوله صغيره تبقى حلوه كمان على فكره زي دي كده. اه درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. درجه حراره الفرن عندي 180. دي مكانها فين في الفرن؟ عجينه البان كيك دي عموما لازم تتحط في ارضيه الفرن مباشره، اهي بالشكل ده كده اهي. هنا ده مكانها، درجه حراره الفرن 180 وجاهز زي الفل اهي. هنا التوزبيكس مش هيسود مني باذن الله، لان حطه في ميه او في محلول حامض شربان لما شبعان. اه زي الفل. هنقفل الفرن.